انطلقت بطنجة المرحلة الثانية من برنامج أكسس التكويني المنظم من طرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمجموعة ما بين المهن لدعم الاستشارة في مجال النقل واللوجستيك. مشروع أكسيس الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية والرؤية الملكية لكفاءة الطاقة بحلول عام 2030 يعد هدفا رئيسيا لخفض الكربون والتأثير بشكل إيجابي على سلامة الطرق في المغرب. التكوين الذي تم إطلاقه بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واتحاد النقل واللوجستيك التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب يتيح للمديرين والسائقين اكتشاف أفضل الممارسات في التدبير والقيادة بهدف دعم مهاراتهم في إدارة نجاعة الطاقة والسلامة الطرقية استناداً إلى خبرة القطاع المعترف بها. في العالم كامل إيطاليا طالبة، ألمانيا طالبة سائقين، إنجلترا طالبة سائقين، فرنسا بقتو أن أوروب طالبين سائقين مهنيين، وما كيطلبوش 100 ولا 200، كيطلبوا مئات الآلاف. وحنا تبارك الله عندنا هاد لابوندونس، عندنا شباب اللي هما كيقدروا، ولكن عندنا هاد لو بوين فور اللي هو لا مان دوفر اللي عندنا اون ميم طون سي ان بوين فابل لان اي با كاليفي. دورات المرحلة الثانية من البرنامج يتم تنظيمها في ثلاث جهات وهي الدار البيضاء ستات وطنجة تطوان الحسيمة وأكادير سوس مسا درعا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.